حضر الدفاع لمؤازرة الضنينين لم يحضر للجلسة لظروف قاهرة. تقدمت هيئة الدفاع بمبرر بالنسبة للسيد مولاي عمر بن حماد بصفته دكتور أن له عنده موعد اليوم لتأطير إحدى دكتورات أحد الطلبة، وكما التمس الدفاع الاطلاع على الخبرة المنجزة في الملف بعد ترجمتها لأنها منجزة باللغة الفرنسية، وتمسك الدفاع بتأجيل القضية إلى حين إحضار موكليه، بينما المحكمة كان لها رأي آخر وهو إدخال الملف للمداولة، وفعلا تم حجز الملف للمداولة لجلسة 24 نوفمبر 2016. انتهت الجلسات بالنسبة للمرحلة الابتدائية والملف في المداولة، لن تكون هناك إلا جلسة واحدة للنطق بالمداولة.